اهلا بكم الى غرفه اخبار اون لايف. اهلا بك حسام. مشاهدينا الكرام نجدد التحيه وتفاصيل النشره. بدأت لليوم الرابع على التوالي هدنة الخمس ساعات التي أقرتها روسيا يوميا منذ 27 من فبراير الماضي. وأكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن المسلحين لا يلتزمون بقرار الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النيران، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لم يتسنى إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، حيث ما زال المسلحون يحتجزون المدنيين قسرا. هذا ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم اجتماعا طارئا بطلب من بريطانيا لبحث الوضع في الغوطة الشرقية. وتدين مسودة قرار تقدمت بها بريطانيا للمجلس منع دخول المساعدات الإنسانية للغوطة والهجمات المتكررة على المنشآت الطبية، كما تدعو مسودة القرار محققي الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي تشهدها المدينة. كما تدعم مسودة القرار قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. وجاءت جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة عن أملها في إدخال المساعدات الإنسانية للمدينة خلال أيام، مؤكدة أن هدنة الساعات الخمس التي أعلنتها موسكو إيجابية لكنها ليست كافية. رغم مرور عدة أيام على هدنة الساعات الخمس التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية، فإنه لم يتم تسجيل خروج مدنيين عبر المعبر المحدد لذلك شمال شرق دمشق، باستثناء مواطنين باكستانيين خرج بموجب مفاوضات منفصلة تولتها السفارة الباكستانية في دمشق. ورغم تبني مجلس الأمن الدولي مطلع الأسبوع قرارا يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا من دون تأخير، أعلنت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة الشرقية لخمس ساعات، ويفتح خلالها ممر إنساني عند معبر الوافدين لخروج المدنيين. شوف الهدنة، شوف الضرب كمان، 10 أيام ضرب متواصل، 10 أيام نحن قاعدين بالأبو، طيران روسي برامين فوق منا، نحن قاعدين بالأبو. وتأمل الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية في غضون أيام، لكنها تعتبر أن هدنة موسكو ليست كافية رغم الترحيب بها، حسب ما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يان إيجلاند. الخطة الروسية لهدنة خمس ساعات في الغوطة الشرقية إيجابية، ولكن تحتاج لتمديد وتغيرات من أجل توصيل المساعدات الإنسانية ولتنظيم الإجلاء الطبي إلى الخارج. لدينا تقارير عن احتمال سماح الحكومة السورية لقافلة مساعدات تشمل 43 شاحنة بدخول مدينة دوما في الغوطة الشرقية. وتتهم السلطات السورية وموسكو الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من المغادرة، الأمر الذي تنفيه الفصائل مؤكدة أن المدنيين أصلاً لا يرغبون بالخروج. كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية المتشددين في سوريا بخرق الهدنة في خمس محافظات وفي الغوطة الشرقية. ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اقتراح بريطاني بعقد اجتماع عاجل لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية بسوريا. وبرغم استمرار الغارات وعمليات خرق الهدنة من جانب المسلحين، فإن وتيرة القصف وكذلك حصيلة القتل اليومية انخفضت بشكل ملحوظ منذ بدء تطبيق الهدنة التي أعلنتها موسكو بعد يومين من تبني مجلس الأمن بالإجماع قرارا يطلب وقفا لإطلاق النار في أنحاء سوريا لمدة 30 يوما. قالت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف إن قافلة مساعدات إنسانية قد تدخل الغوطة الشرقية الأحد المقبل. وذكرت المنظمة أن هناك مؤشرات على سماح الحكومة السورية بدخول القافلة لنحو 180 ألف شخص في بلدة دوما بالغوطة، لافتة إلى أنه لا توجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقي سكان المدينة البالغ عددهم نحو 400 ألف شخص. هدي أناس خليك بأرضك. وفي سياق متصل اعتبرت روسيا أن هدف الولايات المتحدة من وراء اتهام موسكو بانتهاك التزاماتها في سوريا هو الإبقاء على من سمتهم بالمتطرفين في الغوطة الشرقية. وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن في بيان لها أن موسكو ودمشق تسعيان لتسوية الوضع في الغوطة الشرقية، وأعلنتا من جانب واحد هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات يوميا
لإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمدنيين عبر ممرات إنسانية. وأشار البيان إلى أن سبب تعثر تحقيق هذه الأهداف يكمن في تصرفات المسلحين المتحصنين في الغوطة الشرقية وفي موقف الأطراف الداعمة لهم. من جهة أخرى، طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وذكر دبلوماسيون في مجلس الأمن أن مشروع القرار يمنح اللجنة الدولية تفويضا لمدة عام، وتكون مهمتها تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا. لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه موافقة روسيا على مشروع القرار الأمريكي أو السماح بتمرير. بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي دونالد ترامب بحث التطورات في سوريا. واصدر قصر اليزي بيانا قال فيه ان الزعيمين اتفقا على التعاون لتطبيق قرار الامم المتحده بوقف اطلاق النيران في سوريا لمده 30 يوما والسماح بدخول المساعدات الانسانيه وعمليات اجلاء المرضى والجرحى. كما اتفق الزعيمان على ضرورة أن تمارس روسيا أقصى ضغط ممكن على دمشق للالتزام بقرار وقف إطلاق النار. وللمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا من دمشق عميد الدكتور علي مقصود الخبير العسكري. أهلا بك سيد عميد. أهلا وسهلا. يعني بداية بعد أيضا هذه التصريحات سواء من الجانب الروسي أو الجانب الأمريكي أو بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب، هل ترى إمكانية وضع آلية حقيقية لتطبيق أيضا خطة 30 يوم هدنة؟ نعم، سأعيد عليك السؤال مرة أخرى. بعد أيضا تصريحات الجانب الروسي والرد عليها أيضا من الجانب الأمريكي وبعد الاتصال الهاتفي أيضا ما بين الرئيس ترامب والرئيس إيمانويل ماكرون، هل ترى إمكانية تطبيق هدنة حقيقية في سوريا أو خطة 30 يوما تحديدا؟ والله السؤال، ولكن كما أنه السؤال يتوضح الموقف الروسي وهناك تفاهم بين روسيا وأفراد أخرى. هل الكلام حول الغوطة الشرقية والجبنة والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي بوتين؟ طيب سيادة عميد، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، سوف نعود مرة أخرى الاتصال بك لاحقا. قتل 15 جنديا من الأتراك في معارك في محيط مدينة عفرين شمال سوريا، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش التركي إلى 60 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية الشهر الماضي. في المقابل استهدفت طائرات للجيش التركي موقعين لقوات مالية للجيش السوري في قرية شمال أو في قرية شمال غرب عفرين. وبحسب مصادر محلية فإن القصف أسفر عن مقتل 17 عنصرا تزامنا مع دخول مساعدات إنسانية للمنطقة. هذا ورفضت تركيا بقوة دعوات غربية لتعليق حملتها العسكرية على عفرين السورية، قائلة إن الولايات المتحدة أساءت فهم نطاق قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النيران، واتهمت فرنسا بإعطاء معلومات كاذبة عن القضية. يبدو أن تركيا عازمة على تحدي المجتمع الدولي بعد أن رفضت بقوة دعوات لتعليق حملتها في شمال غرب سوريا امتثالا لقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة. أنقرة قالت إن قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى هدنة في أنحاء سوريا لا ينطبق على عملياتها العسكرية المستمرة منذ 5 أسابيع في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية. الخارجية التركية وجهت انتقادات لاذعة لباريس متهمة الحكومة الفرنسية بالكذب بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي. كان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن مطلب الأمم المتحدة ينطبق على كل أنحاء سوريا بما في ذلك عفرين ويجب تطبيقه في كل مكان ودون تأجيل.
كما هاجمت أنقرة في بيان منفصل تصريحات الخارجية الأمريكية بضرورة تطبيق الهدنة في عفرين. إن على تركيا أن تقرأ قرار وقف إطلاق النار لترى ما الذي يقوله العالم عن ذلك. وأدى دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب في شمال سوريا إلى تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى حد التأزم. وتقول أنقرة إنها بعد عفرين ستستهدف بلدة منبج السورية حيث تنتشر وحدات حماية الشعب أيضا. ودفع الهجوم التركي المستمر آلاف الأشخاص للنزوح خصوصا من المنطقة القريبة من الحدود. بدورها حذرت منظمة العفو الدولية من أن تصعيد الهجوم على عفرين يعرض حياة المدنيين للخطر. ويرى متابعون أن تحدي أنقرة للقرارات الدولية يمثل سياسة عدائية تجاه المجتمع الدولي، مطالبين بضرورة التصدي لها من أجل وقف ممارسات تركيا التي تؤدي لتضرر الشرعية الأممية. فشل مجلس النواب العراقي في تمرير الموازنة العامة بسبب خلافات حول أغلب بنودها، وأعلن المجلس الموافقة على 12 مادة فقط من أصل 48 من قانون الموازنة العامة. ومن جهة أخرى أقر المجلس قرارا يلزم الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. نتحول مباشرة إلى موسكو والمؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، نتابع. على ورق، وإن السكان المدنيين الذين كانوا في هذه المدينة لا يمكن معرفة لا عددهم وكيف يعيشون في الأوضاع المؤلمة، فأصبحت مدينة أشباح. والتي ولا نعرف من يمثل هذا المجلس المدني المشكل في هذه المدينة، فيمكن أن يحدثنا المرصد لحقوق الإنسان في سوريا عن الوضع في هذه الرقة. فإن وجود الأمريكيين في تلك المناطق والمخالف للشرعية فلا يعطي المجال للقوات السورية أو الجهات المدنية السورية للوصول إلى هناك، وليس فقط وإنما أيضا للمنظمات الحقوقية والإنسانية لكي تصل إلى هذه المدينة. وحسب المعلومات التي نحصل عليها فإن السكان الموجودين في الرقة لا يزالون موجودين في الرقة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وإن تقييم روسيا تدعو إلى الوصول إلى هذه المدينة للحصول على تقييم حقيقي لما يجري في هذه المدينة وللوضع نظام لردة الفعل على الظروف الموجودة في هذه المدينة. وأيضا فنريد أن نذكر أنه البند العاشر من القرار 24-01 يدعو جميع الأطراف للمساعدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في الأراضي السورية وتوصيل المساعدات الإنسانية والممرات الإنسانية. وهذا يعني أيضا أنه إلى الرقة يجب أن تصل هذه المساعدات والتي ضمن هذا القرار. فإن هذه المدينة ما نرى ما يكتب عنه في وسائل الإعلام وعن المبادرات الروسية، فنحن نرى أنهم يكتبون عن عدم وجود عمل موازي للتسوية في سوريا لروسيا في المجال الإنساني. وهنا أود أن أقول أن لمثل هذا التحليل فإن لم يكن لروسيا ولن يكون عمل موازي أو عمودي أو جهود موازية أو عمودية، فإن عمل روسيا هو لتطبيق وبشكل كامل القرارات لمجلس الأمن 22-54 و24-01. وروسيا قدمت مساهمة كبيرة والتي حسب تقييمنا التي تساعد في التوصل إلى التسوية في سوريا. وأريد أن أذكر هنا وعندما حدثونا عن حلب بأنه الأمور تجري ليس بشكل الملائم، ولقد دع فإن محافظ حلب والذي أخذ على عاتقه
مسؤولية الحياة في هذه المدينة التي عانت كثيرا، والتي وبسبب جهود التي أدت إلى هزة هذه المنطقة وتحولت إلى ما يسمى ربيع عربي ومن ثم حرب أهلية، فإن لقد نرى أن 200,000 عادوا للحياة السلمية في حلب، ولذلك لا نريد أن يعلمنا أحد، فنحن نعرف أن المعلومات هذه مؤكدة في 100%. ومع ذلك نحن نحصل على أسئلة عديدة تجاه الوضع المتعلق بالمواطنين الروس الموجودين في تلك المنطقة، وبما فيهم النساء والأطفال التي وصلنا إلى تلك المنطقة لأسباب مختلفة، وهذا ما يتعلق في الوضع في العراق وعلى الموجودين في السجون العراقية بما فيهم المواطنات الروس. والمعلومات التي أود أن أشاطركم إياها بالرد على هذا السؤال، وحسب المعلومات التي لدينا فإن بالإضافة إلى النساء والأطفال من دول أخرى، فإن هناك 42 مرأة و49 طفل في هذه السجون، فلا يمكن أن التواصل معهم. ما زال التحقيق يجري، فلا يزال الوصول إليهم ممنوع حتى للدبلوماسيين في العراق. وهؤلاء هم زوجات و أرامل الإرهابيين أو الداعش في العراق، وهم يجري محاكمتهم على أنهم كانوا قد دخلوا إلى العراق بشكل غير نظامي، أو لأنهم شاركوا في عمليات إرهابية أو ساعدوا على القيام بهذه العمليات، ولذلك تتم محاكمتهم. والقوانين في العراق هي قاسية، فإن كل من شارك في العمليات الإرهابية يمكن أن تكون قاسية، والمشاكل تتعلق بأنه من الصعب تحديد هوية النساء والأطفال، فبعضهم كان قد مزق الوثائق التي تثبت شخصيته، ومنهم من كان قد فقدها، وإن تحديد هوية الأطفال تعتبر أصعب أيضا، وذلك أن بعض هؤلاء الأطفال لا يتحدثون حتى ولا بأي لغة، وروسيا تسعى لتحديد هؤلاء المساجين تحديد هويتهم ولتأكد من أين هم، ومن ثم فإن العاملين في القنصلية في بغداد يسعون لتأكد من هذه المعلومات، وفي حال أثبتت أنهم تابعون لروسيا فستقدم لهم المساعدة عبر تعيين محامين من العراق لدعم أو تأكيد إثبات براءتهم أو العكس، ولمساعدتهم في المحاكم. أما فيما يتعلق بالأطفال فإن الحكومة العراقية لم تمانع عودتهم إلى وطنهم في حال تمت إعداد الوثائق بشكل صحيح، ولقد توصلنا إلى خبرة في هذا المجال. وفي عام 2017 فإنه لقد عاد من العراق ومن سوريا 24 مرأة و33 طفل، ويأتي لدينا طلبات وأخبار ورسائل من الأهل من المناطق الروسية التي تطلب المساعدة في هذا الإطار، ولذلك نحن مستمرون في هذا العمل إلى
الحالات التي والتوجهات حين يمكن أن ننشر هذه المعلومات. حول الأوضاع في اليمن، نتيجة لتصعيد الأوضاع تتدهور الأوضاع أكثر فأكثر، ونشهد هناك مأساة إنسانية كبرى لوقتنا الراهن، وهناك إحصاءات متأكد منها وقدمت في مجلس الأمن الأممي من قبل المبعوث الأممي، وأكمل أعماله في اليمن. وكذلك هناك معلومات مقدمة ومتأكد منها من الهيئات الأممية الأخرى، حوالي 22 مليون يمني محتاج إلى مساعدات إنسانية، حوالي 8 ملايين معظمهم أطفال، وأكثر من مليون يعانون من وباء كوليرا، وعدد كبير من النازحين. الوفد الروسي شارك في مؤتمر حقوق الإنسان في الهيئة الأممية في جنيفا، وانتقلنا من قاعة إلى أخرى، وجاء واحد من الصحفيين الغربيين إلي وطلب مني تعليقات. والسؤال الأخير منه ألا تعتقدون وكيف موقفكم من حالة الأطفال السوريين؟ وتحدثنا كثيرا في هذا الموضوع منذ سنوات. وعندي سؤال آخر بالنسبة لأطفال اليمن، هل تتذكرون أي وفد جاء ووجه هذا السؤال؟ ما هو وضع الأطفال في اليمن؟ وسأتحدث في هذا الموضوع. وبالمناسبة إذا تحدثنا عن أطفال في سوريا، روسيا الاتحادية تستقبلهم لتقديم المساعدات الطبية في أراضي روسيا الاتحادية، وتبعث روسيا المساعدات الإنسانية لسوريا باستمرار. وأهم شيء في هذا العمل إعادتهم إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل وقوع هذا الجهنم في الأراضي السورية. لا أقل من 9000 أطفال تعرض لجروح ودمرت البنى التحتية، وهناك نقص كبير في أدوات العلاج والأدوية، ويعانوا كثيرا من الأمراض العادية يمكن علاجه بسهولة. الوضع تحسن نسبيا بعد رفع الحصار السعودي من الأمنية البحرية، ولكن السلاح الجوي للتحالف يواصل في الغارات، ونرى هنا الأنشطة غير الطبيعية في موضوع سوريا، وإهمال كامل للمعاناة والأوضاع المأساوية في اليمن.
لماذا؟ لابد من تفعيل العملية السلمية من دون شروط مسبقة، ونحن نتمنى النجاح لعمل البعثة الأممية العاملة على تسوية هذا النزاع. وكذلك كانت أسئلة كثيرة حول الأوضاع للبعثات الروسية والمؤسسات الروسية في الأراضي الأوكرانية وعمال الشغب للراديكاليين الأوكرانيين، ونحن نتابع هذه الأوضاع في 17 من فبراير. أذكركم بأن الراديكالي عند الإهمال الكامل من قبل السلطات هاجموا المركز الثقافي الروسي ومكاتب البنوك الروسية في كييف. لا أركز كثيرا على هذا الموضوع، وعلقنا هذا الموضوع مرارا في السابق، ولابد من وضع الحد لمثل هذه الأعمال من قبل الراديكاليين الأوكرانيين مر أسبوع وتعرضت القنصلية. تابعنا مع حضراتكم هذا الجانب من المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية التي تركز حديثها حول مجمل الأوضاع الإنسانية والميدانية في كل من سوريا وتحديدا الرقة، وأيضا في اليمن، وأيضا في العراق. فيما يتعلق بسوريا، قالت إن وجود الأمريكي في تلك المناطق المخالفة كما ذكرت لي الشرعية لا يعطي الفرصة للقوات السورية والمنظمات الحقوقية والإنسانية للوصول وتقديم المساعدات إلى القاطنين هناك. وأيضا قالت روسيا تدعو إلى الوصول إلى هذه المناطق، وأيضا إلى تقييم حقيقي لوضع نظام لردة الفعل للظروف الموجودة في هذه المدينة. وقالت أيضا إن روسيا قدمت تنازلات كثيرة وكبيرة للوصول إلى تسوية في الشأن السوري. وقالت أيضا إن البنية التحتية والمدارس دمرت بالكامل. بعد ذلك تحدثت أيضا عن الأوضاع الإنسانية والميدانية في اليمن وفي العراق، ودعت إلى تفعيل العملية السلمية في كل منهم. إلى الشأن العراقي، حيث عانت القوات العراقية إحباط هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى في شمالي البلاد، وقتل في الاشتباكات جنديان. وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان له اليوم إن إحباط الهجوم جرى الخميس في ناحية بادوش القريبة من مدينة الموصل مركز المحافظة، وبدوره كشف مصدر أمني في محافظة نينوى عن مقتل 2 من القوات الأمنية خلال إحباط الهجوم المسلح. ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان ميليشيات الحشد الشعبي مقتل 4 من مسلحي داعش أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا. جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها لأهداف تابعة للحوثيين في صنعاء من بينها جبل عيبان، كما أسفرت غارات أخرى شنها التحالف العربي في محافظة صعدة شمال اليمن عن مقتل 7 خبراء بمتفجرات عقب استهدافها لهم أثناء محاولتهم لزرع ألغام في جبهة المليل شمال المحافظة. هذه الجولة مستمرة مع حضراتكم، المزيد بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد، وإلى بقية أخبارنا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اختبرت أسلحة نووية جديدة، مشيرا خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية الروسية إلى أن العملية العسكرية الروسية الجارية في سوريا أظهرت زيادة في قدرات بلاده الدفاعي. أجواء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا تعود من جديد، وبات التصعيد هو المشهد الأبرز بعدما فتح مجددا الباب على مصراعيها
لتطوير أسلحة نووية وقوضت معاهدات الحد من انتشارها. فبعد نشر الولايات المتحدة صواريخ ذات رؤوس نووية في شرق أوروبا لم تتأخر روسيا في الرد، وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الوطنية عن إجراء اختبارات عن أسلحة نووية حديثة. اختبرنا أسلحة نووية جديدة بما في ذلك صاروخ كروز الذي يعمل بالطاقة النووية ويمتاز بأن نطاقه غير محدود وسرعته عالية وقادر على اختراق أي دفاع صاروخي، كما اختبرنا طائرة غير مهولة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء. روسيا أيضا لديها سلاح جديد أسرع من الصوت لا ترصد الأنظمة المضادة للصواريخ. وكما ترون فإن العملية الروسية الجارية في سوريا أظهرت زيادة قدرات بلادنا الدفاعية. وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها وصفت تباهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصواريخ الجديدة في ترسانة بلاده النووية بأنه عمل غير مسؤول ودليل على أن موسكو تنتهك معاهدات الحد من الأسلحة. وأشارت إلى أن الصور والرسوم البيانية التي أظهرت ضرب الولايات المتحدة بالصواريخ أمر غير مقبول. أما وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وبلهجة أقل حدة قالت إنها على علم بتطوير القدرات الروسية، وأكدت أن الحائط الصاروخي في أوروبا لا يستهدف أمن روسيا. لم يكن نظامنا للدفاع الصاروخي ذا صلة بهم، نحن نريد فقط ضمان وجود ردع نووي حقيقي، ونحن مستعدون لتحقيق ذلك، مستعدون للدفاع عن دولتنا مهما كان الأمر. والأمر كله ليس بشأن الدفاع ولكنه بشأن الردع، ونحن نتحدث عن هذا وأكثر. الأمر يتعدى أكثر من حق روسيا لأن لنا شركاء وحلفاء. إنها قدرة للردع نريدها أن تكون موجودة في إطار السياق. That all parties focus on. بغواصات لا تقهر وطائرات أسرع من الصوت تثبت روسيا مجددا جاهزيتها لمواجهة ما تعتبره تهديدات بما يبدو سباقا جديدا للتسلح مع واشنطن. يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أمام الشرطة للتحقيق في الاتهامات المواجهة إليه بضلوعه في قضية الفساد بشركة بيزك للاتصالات المعروفة إعلاميا بملف 4000، والتي تدور حول تلقي شركة بيزك لتسهيلات حكومية كبيرة مقابل رشاوى وتغطيات إعلامية منحازة لنتنياهو وزوجته سارة التي من المنتظر أن يتم التحقيق معها أيضا. أصدرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أوامر لإجلاء نحو 30,000 شخصا في مقاطعة سانت باربرا، وذلك جراء مخاوف من انهيارات أرضية وشيكة. وقالت متحدثة باسم إدارة مكافحة الكوارث في الولاية إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم تزامنا مع عاصفة وشيكة قادمة من المحيط الهادئ، لافتة إلى أن التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار هطول الأمطار حتى غد السبت. قتل نحو 30 شخصا في حريق اندلع بمركز صحي لعلاج مدمني المخدرات في مدينة باكو عاصمة أذربيجان. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن وزارة الصحة في أذربيجان، نقلت أنه يتم التحقق من عدد القتلى نتيجة الحريق. جولتنا متواصلة، المزيد من الأخبار كونوا معنا دائما. أهلا بحضراتكم من جديد ونتابع معكم. شهادة أمان للتأمين، حلم الرئيس السيسي بالتأمين على العمالة المؤقتة. هذا الحلم صار خلال أيام حقيقة عبر شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية، وتعد غطاء تأمينيا ووعاء ادخاريا بقسط شهري يبدأ بأربعة جنيهات. الانحياز للمهمشين ومحدود الدخل طريق اختاره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية لإنصاف ملايين العمال الذين يعملون في مختلف قطاعات ومشروعات الدولة بنظام الأجر اليومي لحمايتهم من تقلبات الدهر وشر الحاجة. بقول إن الحكومة محتاجة تفكر فين العمالة ديت اللي بيتأمن عليها ولا بيبقى ليها يعني ملهاش. لو عايز يتعالج ما يتعالجش، لو عايز معاش ما ياخدش، بياخد عمالة أجر يومي. انتوا لازم نفكر مش بس على قد العمالة الزراعية اللي بتكلم عليها هنا، انا بتكلم على كل العمالة اللي بتعمل في كل المشروعات اللي في الدولة باليومية.
توجيه السيسي صار تكليفا رئاسيا إلى الحكومة التي عكفت على دراسة تنفيذه وأقره الرئيس، وأعلن تفاصيل النظام الجديد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال تدشين مدينة العالمين الجديدة. لقد توصلنا إلى فكرة شهادة تحمل اسم أمان، وهي شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية، وقيمة هذه الشهادة 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، فهي غطاء تأميني ووعاء ادخال. ما يزيد عن 23 مليون مصري يعملون بصورة مؤقتة سيستفيدون من شهادة أمان للتأمين التي حدد الرئيس مدة 15 يوما للتأمين على العاملين بالمشروعات الحكومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان. شغالين معاكم 2 مليون اخد تمام في خلال 15 يوم ب2.5 مليار او ب5 مليار. حياة كريمة تضمن لهم الاستقرار وصونا للأسر من التشرد، هدفان أصابهما قرار الرئيس من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة في المجتمع ونصر حقوق الشأيانيين في أن يحيوا بكرامة في وطنهم. تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة في طباعة بطاقات الاقتراع حسب ما أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات. كانت الهيئة قد أغلقت أمس وفقا للجدول الزمني باب التنازل عن الترشح للرئاسة، أي قبل 15 يوما من الاقتراع، حيث لم تتلقى الهيئة أي طلب للتنازل من أي من المرشحين الاثنين اللذين يخوضان هذه المنافسة. صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي الصبحي على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول، وذلك لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين المقيمين بالخارج واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي لمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن 30، وذلك عقب سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون. ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها اعتبارا من 9 مارس الجاري على أن يتقدم المقيمون أو المقيمون بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية على وجه السرعة إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان. يختار مهندسو مصر اليوم النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة في المرحلة الثانية من الانتخابات التي تجرى على مستوى الجمهورية، حيث بدأت عملية التصويت في الساعة 10 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، وتجرى اليوم أيضا جولة الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية ممن لم يحصل بينهم أحد المرشحين على 50% من الأصوات الصحيحة للحاضرين، وعلى رأسها انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية. من أخبارنا الاقتصادية، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا عن خطة عاجلة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في محافظة شمال سيناء، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتنمية سيناء وتحقيق الاستقرار لأبنائها. وأشار وزير الزراعة أن خطة التنمية التي تم إعدادها تشمل تنمية الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن خدمات زراعية متكاملة يتم تقديمها لمزارعي سيناء، كذلك إنشاء مجمعات تنموية زراعية صناعية بين القرى وبعضها. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، بجانب بدء استلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من منتصف إبريل المقبل. توقع وزير التموين والتجارة الداخلية أن يشهد محصول القمح هذا العام زيادة في معدلات التوريد ليصل إجمالي الكميات من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أعلن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017، حيث سجلت ما يقرب من 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، محققة زيادة تقدر ب 16%.
وأشار الوزير أن عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي حقق انخفاضا بنسبة وصلت إلى 11%، حيث سجل 2.7 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال شهر يناير من العام الماضي. ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية قليلا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل مخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألمونيوم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، وعلى الرغم من ذلك يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بعدما تراجع 0.9% إلى الآن. في محاولة لإعادة تدوير المخلفات المعدنية وأجهزة الكمبيوتر، قرر عزة حامد تصميم مجسمات وأعمال فنية من الخردة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعتبر الخردة جواهر، زي ما الست كده بتحب الجواهر قوي انا بحب الخرده كده زي ما الست بتحب الجواهر. داخل ورشه صغيره يجلس الفنان عزت حامد وسط الخرده متاملا اياها في نظره تحمل شغفا كبيرا، ليقرر تحويلها الى مجسمات فنيه في منتهى الدقه والجمال. كل حاجه بتخلص او بتخلص وظيفتها انا ببص لها بنظره ثانيه، يعني ببص للولاعه على اساس ان هي خلاص ما بقتش ولاعه، لا ببص لها هي شبه ايه. فما كنتش بحب ارمي حاجات كتير، فانا بفرد الخردة كلها قدامي وابتدي ان انا زي بعتبرها ان هي الريشة والالوان. ابتديت اعمل عجل بالواير بالسلك، وبعدين طورت الموضوع شوية بقيت اعمل موتوسيكلات على العجلة من الخردة. على الرغم من وجود بعض الأشخاص الذين يستغلون المخلفات في إعادة التدوير، فإن لعزة حامد بصمة خاصة تميزه عن غيره عند تشكيل المجسمات. يعني أنا لما بعمل حاجة عمري ما عملت حاجة زي التانية، يعني أنا طلع معايا حاجات كتير جدا، حاجات كانت في منتهى الجمال، فقلت لا أنا هعمل زي دي. حاولت إن أنا أعمل زي دي بنفس الماتيريال بنفس كل حاجة، طلعت مختلفة نهائي. ابتديت اشوف الفرق بيني وبين اللي عامل الشغل ده برا، فلقيت ان الفرق بيني وبينه ان هم استخدموا الريسايكلينج في بالحديد بس، بالخشب بس، بواقي الكمبيوتر بس، لكن انا استخدمت كل حاجة احنا بنرميها استخدمتها عدا النفاية. شارك حامد باعماله في العديد من المعارض ولاقت اعجاب الكثيرين، الأمر الذي جعله يفكر في تعليم فنه للأطفال حتى ينمي عند الأجيال القادمة ثقافة إعادة التدوير. كان بيقابلني في معارض كتير أطفال وكبار حتى أعجبوا جدا بالموضوع، وطلب مني أن أنا أعمل أدي كورسات أو أعلم ده، فأنا بالفعل الحمد لله فابتديت أدي كورسات للأطفال في ريسايكلينج عامة، يعني لاني عايز اشوف الموضوع ده مع غيري. يحلم عزت حامد بتصميم تماثيل كبيره من الخرده في اشهر الميادين
حتى يدرك الناس أهمية الاستفادة من الأنتيكات وأنه يمكن دائما صناعة الجمال من القطع المهملة. نتحول معكم الآن إلى أخبار الرياضة والزميلة العزيزة كريستين رياض. شكرا حسام. شكرا نهى. جولة رياضية سريعة من أونلايف، أهلا بكم. حقق الإسماعيلي فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب ضمن فعاليات الأسبوع 27 للدوري. تقدم الإسماعيلي بهدف عن طريق الكولومبي كالديرون، وتعادل حسام حسن لسموحة قبل أن يعود كالديرون ويتقدم مرة أخرى للدراويش بالهدف الثاني. بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث وفرق نقطة واحدة عن الزمالك الوصيف، بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس. نجح فريق الرجاء في تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الدفاع الجوي ضمن فعاليات الجولة 27 للدوري. سجل أهداف الرجاء كل من حمادة ناصر وأحمد سعيد أوكا ومصطفى لالا، بينما سجل ثنائية وادي دجلة كل من السيد سالم وإبراهيم ندعي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد رجاء إلى 21 نقطة وما زال في المركز قبل الأخير الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة 26 نقطة في المركز 15. تختتم اليوم منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز، حيث يحل مصر مقص ضيفا على نظيره بتروجيت بملعب السويس الجديد. يحتل الفريق الفيومي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، كما يدخل نظيره البترولي المباراة في المركز التاسع برصيد 34 نقطة. في مباراة ثانية يستضيف المصري فريق الأسيوطي سبورت بملعب برج العرب. يحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الأسيوطي المركز العاشر برصيد 32 نقطة. توج الثنائي المصري محمد الشربجي ونور الطيب بلقب فئتي الرجال والسيدات في بطولة ويندي سيتي المفتوحة للسكواش، خامس البطولات الكبرى في الموسم الجديد والبالغ مجموع جوائزها 250,000 دولار. فاز محمد الشربجي على شقيقه مروان الشربجي بثلاثة أشواط دون رد ليحصد اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد فوزه به في عام 2016. وفي فئة السيدات فازت نور الطيب على نيوزيلندية جوال كينغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 78 دقيقة. سجل سائق فريق مرسيدس لويس هاملتون أسرع زمن على الإطلاق خلال التجارب الشتوية الأولى عام 2018 في اليوم الرابع والأخير، تقدم على سائق ماكلارين ستوفيل بأكثر من نصف ثانية. جاء المركز الثالث من نصيب سائق فيراري سيباستيان فيتل. تبدأ التجارب الثانية والأخيرة قبل انطلاق الموسم يوم الثلاثاء المقبل في حلبة كاتالونيا في برشلونة. انتهت الجولة الرياضية والآن نعود إلى نهى وحسام لاستكمال النشرة. شكرا لك كريستين. شكرا لك. ولما نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، بقي أن نذكر بما جاء فيها من عناوين. بدء هدنة الخمس ساعات التي أقرتها روسيا لليوم الرابع، والأمم المتحدة تقول إنها غير كافية. مقاتلات التحالف العربي تقصف أهدافا تابعة للحوثيين في صنعاء. الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو للمرة الأولى في قضية فساد. طابت أوقاتكم. جولة جديدة على رأس الساعة المقبلة، كونوا معنا دائماً.